السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة نحو سريعة كده على اللي فات، تنفع لجميع الصفوف. هو الشرح من كتاب الصف السادس الابتدائي من كتاب الأضواء، لكن الحاجات دي كلها زي ما احنا عارفين النحو مكمل معانا المرحلة كلها، فينفع جميع الصفوف. هنا بقول لي أقسام الكلام. أنا عندي الكلام يا إما يكون اسم، يا إما يكون فعل، يا إما يكون إيه؟ حرف. الاسم هو ما دل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفه. اسم انسان زي احمد، زي هنا، زي محمد. اسم حيوان زي اسد، زي زهره، اسد زي زرافه، زي فيل. واسم نبات زي فلفل، طماطم، بطاطس، زهره، نبات، شجره. وجماد زي جمل، زي عفوا زي جبل، زي ترابيزه، زي كتاب، زي قلم. صفه زي شاطر، مجتهد، ذكي، غبي. تمام؟ يبقى أي اسم، أي كلمة، يا إما اسم يا إما فعل يا إما حرف. الفعل بقى بينقسم إلى ثلاث إيه؟ أقسام، يا إما فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل إيه؟ أمر. فعل ماضي هو حدث، حدث في الماضي زي كتب، شرب، ضرب، لعب، كتب، أكل. فعل مضارع يحدث الآن زي يكتب، يلعب، يأكل، دلوقتي حالا. فعل أمر أنا بأمرك تعمل حاجة زي اكتب، اشرب، العب، اضرب، ذاكر، صلي، نام. يبقى فعل يا اما فعل ماضي ومضارع وامر. طيب حرف الجر، الحرف ده ليس له معنى الا مع غيره. يعني ايه الجمله ليس له معنى الا مع غيره؟ يعني ما ينفعش اقول لك خد يا احمد. ايه من؟ ايوه استفدت انا يعني. طب خد على؟ ايوه استفدت ايه؟ يبقى لازم احطه في داخل الجمله. طب حروف، الحروف تنقسم الى اربع اقسام، يا اما جر، يا اما عطف، يا اما استفهام، يا اما نفي. حرف الجر زي من، في، عن، الى، على، الكاف، اللام، الباء. عندي حروف جر منفصله وعندي حروف جر ايه؟ متصله. المنفصله زي من، في، عن، الى، على. المتصله زي الكاف، اللام، الباء، زي كل، انسان، بال، علم، للعلم. طيب العطف عن ثلاث حروف، الواو وثم وفاء. واو تفيد الايه؟ المشاركه. ثم تفيد الترتيب والموالاه. والفاء تفيد السرعه. استفهام عندي ادوات استفهام زي هل، زي كيف، زي متى، زي لماذا، زي من. واسلوب النفي معروف، لا احب الكذب. خد بالك في فرق بين اسلوب النفي واسلوب النهي. اسلوب النفي انا بنفي حاجه عني، لا احب الكذب، لا احب الشخص النمام، لا احب بذيء اللسان، لا احب اللعب في الشارع. تمام؟ يبقى اقسام الكلام يا اما اسم يا اما فعل يا اما حرف. طيب بعد كده الاسم من حيث العدد، عندي مفرد ومثنى وجمع. مفرد ما دل على واحد او واحده. يعني ايه؟ واحد اللي هو مذكر، وواحده اللي هي ايه؟ مؤنثه. زي مثلا كتاب ده مذكر، قصه دي مؤنثه. زي باب مذكر، زي مروحة مؤنث، زي ولد مذكر، زي بنت مؤنثة. يبقى كل ما دل على واحد أو واحدة إيه؟ مفرد. النوع الثاني مثنى. مثنى بين من اسمها حاجتين، هو ما دل على اثنين أو اثنتين. اثنين يعني اثنين مذكر، اثنتين اثنين إيه؟ مؤنث. تمام؟ ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. يعني إيه؟ يعني المثنى اخره الف ونون وياء ونون، زي كلمه ايه؟ ولدين او ولدان، بنتين او بنتان، كتابان او كتابين. لازم يكون في اخره الف ونون او ياء ونون. طب هل كل كلمه اخرها الف ونون وياء ونون تبقى مثنى؟ لا، لازم يكون عندي حاجه اتنين. هات لي مثال زي كلمه عين، مثنى ولا مش مثنى؟ عين مفرد، عين دي ايه؟ دي مفرد. طيب كلمة طيران مفرد ولا مذكر؟ مذكر مثنى ولا ولا مثنى؟ مفرد ولا مثنى؟ مفرد. يبقى مش كل كلمة آخرها ياء ونون تبقى مثنى، ولا ألف ونون تبقى مثنى. زي كلمة مثلا عدنان، ده اسم واحد ما أقولش عليه مثنى. تمام؟ زي كلمة مثلا حسين ياء ونون. يبقى مش كل كلمة آخرها ألف ونون ناخد بنا تكون مثنى. طيب النوع الثالث هو الجمع. الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. أكثر من اثنين، واحد مفرد، اثنين مثنى، ثلاثة ده جمع، سواء مذكر أو مؤنث. والجمع بينقسم إلى قسمين، عندي جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير. جمع المذكر السالم هو بتاع الرجالة زي المعلمون، مهندسون، بارعون،
بآخره واو ونون أو ياء ونون، يعني ينفع أقول معلمين ومعلمون، عاملون وعاملين، تمام، مهندسون مهندسون. يبقى جمع المذكر السالم لازم ينتهي بواو ونون وينتهي بياء ونون. وخد بالك مش كل ياء ونون وواو ونون تبقى جمع مذكر سالم، لازم يكون كلمة جمع في نفسها، زي كلمة فنون ده مش مذكر سالم، زي كلمة عيون مش مذكر سالم مع انها اخرها واو ايه ونون. النوع الثاني جمع المؤنث السالم، وده خاص بالايه التأنيث، اخره ألف وتاء بس، زي كلمة كراسات، طبيبات، معلمات، مهندسات، تمام، عاملات. اخر جمع معانا هو جمع التكسير، جمع التكسير لا هو جمع مذكر سالم ولا هو جمع مؤنث سالم، يعني لا اخره واو ونون ولا ياء ونون ولا الف وتاء، هيبقى جمع ايه تكسير، زي كلمه عمال جمع بس مش اخرها ياء ونون ولا واو ونون، زي كلمه اقلام، تلاميذ، زي كلمه ركاب، زي كلمه بيوت، دي كلها جمع ايه تكسير. يبقى انواع الانواع الاسم من حيث العدد عندي مفرد ومثنى وجمع. المفرد ما دل على واحد او واحده، المثنى ما دل على اثنين او اثنتين اخره ياء ونون او واو ونون، الجمع يا اما ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، ينقسم الى ثلاث اقسام: جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير. جمع المذكر السالم اخره ياء ونون او واو ونون، جمع المؤنث السالم اخره الف وتاء، جمع التكسير اخره لا الف ولا الف وتاء ولا ياء ونون ولا واو ونون. بعد كده الجمله عندي شكلين، يا اما جمله اسميه يا اما جمله فعليه. جمله اسميه تبدا باسم، وجمله فعليه تبدا بايه بفعل. بين اسميه تبدا باسم، اسم بقى ايه زي ما احنا خدناها فوق، اسم انسان او حيوان او نبات او جماد اي حاجه، تمام. والجمله الفعليه تبدا بفعل، فعل زي ايه، زي ماضي مضارع امر، تمام. طيب زي كلمه الكلمه دي، زي كلمه الشمس ساطعه، الشمس دي اسم ولا فعل؟ اسم، يبقى دي جمله ايه اسميه. طب الجمله الاسميه بتتكون من ايه؟ بتتكون من ركنيين اساسيين، هما المبتدا والخبر. المبتدا والايه والخبر، المبتدا بيجي في اول الجمله والخبر بيجي بعديه. المبتدا مفرد يبقى الخبر مفرد، المبتدا مثنى يبقى الخبر مثنى، المبتدا جمع يبقى الخبر جمع. الشمس ساطعه، الشمس مبتدا مرفوع بالضمه وساطعه خبر مرفوع بالضمه. يعني ايه خبر؟ بيكمل الجمله، يعني من غيره من الجمله ما تكملش. يعني ازاي؟ لو قلت الشمس وسكت انت استفدت ايه؟ شمس مالها؟ كويسه، غيبه، حر، تلسع؟ لا، انا قلت الشمس. الولد ماله؟ الولد نشيط ولا خايب ولا شاطر ولا ما اعرفش. يبقى الخبر بيكمل ايه الجمله. الجمله الفعليه لازم تتكون من فعل وفاعل، تبدا بايه؟ بفعل. حضر الطلاب، مين اللي حضر؟ يبقى الطلاب ده هو اللي عمل الفعل، يبقى ده فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، تمام. حضر ده فعل ايه؟ ده فعل ماضي. يبقى الجمله عامه بتتكون من ايه؟ من اسمين، جمله اسميه وجمله فعليه. جمله اسميه اركانها المبتدا والخبر، والجمله الفعليه اركانها الفعل والفعل. وانتظرونا في فيديوهات اخرى، وما تنساش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الجزء الثاني.